والامتناع عن الرعي في الأماكن الممنوع الرعي فيها حتى لو توافر العشب. الرعي في الأماكن الآمنة ومتابعة القطيع في المراعي يمنع حدوث الحوادث المؤسفة. نباتات المرعى تحمي الطيور والحشرات والزواحف وتقدم لهم الغذاء. المرور بعجلات السيارة فوق الأعشاب الغضة يكسر أغصانها. اقتلاع الشجيرات والأعشاب المعمرة يترك فراغاً كبيراً في المرعى ويسبب الخلل البيئي. إزاحة التربة وعمل السواتر الترابية يضر بالبيئة ويمنع الأعشاب من النمو. رمي النفايات والزيوت والمواد الكيماوية يؤدي إلى تلوث التربة وقتل النبات والحيوان.